اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن النهارده كان في تويته يعني الناس كلها تفاعلت معاها، وهي تويته للاعب المصري طارق حامد، لاعب خط وسط نادي دمك السعودي ومنتخب مصر، اعلن فيها اعتزاله للعب الدولي. كتب طارق حامد زي ما حضراتكم شايفين، احنا بنعرض لحضراتكم التويته على حسابه الشخصي على منصة اكس تويتر سابقا، انه على مدار 10 سنوات تشرف بتمثيل منتخب بلده الحبيب مصر، والنهارده بيعلن اعتزاله للعب الدولي بعد مسيره طويله بيفتخر بيها، وبيشكر كل الاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه اللي تشرف بالعمل معها، وبيتمنى لزملائه كل التوفيق في اللي جاي، وبيقول الان ساعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي. الحقيقه طارق حامد لاعب راجل وقدم للمنتخب وللمصر يمكن على مدار سنين مسيره قويه جدا، لكن احنا زي ما شفنا كان في استبعاد ليه هو وحسين الشحات في مباراه جيبوتي، وكان في مشاده مع فيتوريا وحديث عن ان هم لازم يعتذروا، وبعدين شفنا على اثر ده قرار اعتزال طارق حامد. خلينا نفهم ايه اللي بيحصل والاوساط الرياضيه بتقول ايه. دلوقتي معانا على التليفون الناقد الرياضي محمد مطوع. مساء الخير عليك، وايه اسباب هذا القرار من وجهه نظرك وردود الفعل في الاوساط الرياضيه على قرار اعتزال اللاعب طارق حامد للعب الدولي مع تألقه في الدوري السعودي؟ مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل متابعينك. يعني هو قرار كان مفاجئ لكل الوسط الرياضي، خرج به طارق حامد النهارده باعلان اعتزاله للعب الدولي بعد يعني ساعات قليله من تألقه مع فريق الضمك ضد اتحاد جده واحرازه الهدف في فريقه السابق، هدف لا اروع يعني. فكان القرار مفاجئ بالنسبه للجميع، ولكن المقربين من طارق كانوا يعني يعلمون جيدا بنيه طارق في اتخاذ هذا القرار، خاصه بعد ما حدث عقب مباراه جيبوتي واستبعاده هو وامام عاشور وحسين الشحات لاعبا الاهلي، بحجه ان يعني هم ما تأهلوش التدريب بتاع المستبعدين بشكل كويس، في كلام حصل خلاف مع روي فيتوريا مدرب البرتغالي، فكل الامور دي ادت الى قرار استبعادهم عقب المباراه من السفر مع الفريق. فيعني كان في حاله غضب، لان طارق حامد يعني من يعرف طارق حامد جيدا هو من اللعيبه اللي ما بتحبش تقعد على الدكه، دايما عنده باور وعنده روح قويه للمشاركه بشكل دائم في المباريات. فيعني كان القرار الحالي من جانب طارق حامد، ويقيني ان طارق قرر خد القرار دوت خاصه بعد ما وصل اكيد ليه معلومات ان هو لن يتواجد مع منتخب مصر في امم افريقيا طالما ظل روي فيتوريا. فيعني اللاعب اثر ان هو يبعد يعني من نفسه وتاتي منه، ولو المنتخب احتاجه قد يتراجع عن القرار، ولكن حتى الان القرار هو يعني طيب بما انك بتقول انه ممكن يكون في احتماليه للتراجع عن القرار، ازاي ده؟ هل ده ممكن يحصل مثلا بتدخل من اتحاد الكوره؟ هل في حديث عن ده اصلا دلوقتي؟ ومساله الاعتذار لروي فيتوريا، هل طلب منه فعلا من طارق حامد وحسين الشحات وامام عاشور انهم يعتذروا لروي فيتوريا؟ يعني بالتاكيد اكيد طلب منهم هذا الامر، طالما في استبعاد يبقى في اخطاء، فبالتالي عشان ترجع لمكانك فلازم يكون في اعتذار. في المقابل اللعيبه شايفه ان هي ما غلطتش، مش شايفه اصلا يعني طارق حامد مش بيشارك بشكل اساسي في الفتره الاخيره مع فيتوريا، امام عاشور يعني ملوش دور في خطه فيتوريا، نفس الامر لحسين الشحات بسبب وجود وفره يعني في هذا المكان سواء محمد صلاح سواء مصطفى فتحي، فالثلاثي عارفين ان ممكن تكون دورهم صعب مع روي فيتوريا. اما بالنسبه اللي هو التراجع عن الاعتزال، خلينا ناكد لحضرتك انه منذ القرار اصلا وفي يعني ضغوطات على الاقل من كل من حول طارق حامد بيقنعه بالامر، ويعني يمكن شفنا من ساعات قليله برضك تويتة عصام الحضري الحارس التاريخي المنتخب مصر وهو بيطالب طارق حامد، قال له مش موافقك يا طارق على قرارك وانه لازم تفضل في خدمه منتخب بلدك. نقطه الحل للازمه كلها لما قال له ان انت هتفضل لاعب مهم ولازم تمثل منتخب بلدك طبعا على حساب اي حد، ده هيجي وهيمشي ولكن منتخب مصر هو اللي هيبقى. فبان تحديدا انه بيلمح ان الازمه كلها في وجود المدرب البرتغالي روي فيتوريا وازمته مع طارق حامد. وهل في مبادرات من اتحاد الكوره لحل هذه الازمه الى الان؟ يعني حتى اللحظه لا، ما فيش يعني الموضوع منذ ساعات قليله. اكيد هيبقى في تواصل من اللعيبه الكبار مع اول تجمع للمنتخب، ولكن هو طارق حامد يعني بالقرار ده هو بعد نفسه نهائيا عن التواجد مع منتخب مصر
في أمم أفريقيا المقبلة المقرر إقامتها الشهر المقبل. وأعتقد أن طارق كان لديه يقين أو وصلت إليه معلومة بشكل أو بآخر من أفراد جهاز فني أفراد اتحاد الكرة أنه لن يتواجد في التشكيل. قائمة فيكتوريا القادمة، فهو راجل فضل وده وراء قرار الاعتزال. يعني من وجهة نظرك أنه مش موجود في المباراة القادمة والتشكيل الأساسي ليها، ده وراء قرار اعتزاله؟ لا، مش المباراه القادمه يا فندم، لا، انه مش هيبقى متواجد في قائمه منتخب مصر اللي هتتوجه لكوتوفار للمشاركه في امم افريقيا. فده وراء هذا القرار. ده يعني ده الهدف الاساسي من وراء القرار. طارق حامد يا فندم، لكل اللي يعرفه يعني بحكم ان انا يعني كنت بغطي اخبار الزمالك، فقعدت فتره كبيره قريب الصله من طارق حامد. يعني طارق حامد لاعب غيور جدا على الفانيله اللي بيبقى لابسها، فانيله الزمالك، فانيله منتخب مصر، اي تيشيرت بيلعب ليه هو راجل غيور عليه، بيقدم 200% من مستواه، ما بيحبش يقعد دكه، شايف ان هو يقدر يشارك ويقدم افضل ما عنده، حرصا منه على التواجد مع المنتخب. صحيح، اي حد هو بيبعد نفسه من تلقاء نفسه. يعني هو لاعب محترم وياما ادى المنتخب المصري الحقيقه، واحنا نتمنى انه يكون في تدخل في الساعات اللي جايه من اتحاد الكوره لحل هذه يعني الازمه. يمتلك ارقام كبيره جدا سواء مع الزمالك او منتخب مصر او حتى في مسيرته الاحترافيه الحاليه، وان شاء الله يكون في تدخل وفي عدول عن هذا القرار. بكل تاكيد، وبنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في اللي جاي، وكل التوفيق للاعب المصري الكبير طارق حامد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الناقد الرياضي محمد مطوع، شكرا جزيلا على وجودك معانا.